طب قول لي انت كنت بتحب كرة القدم جدا. وعشقك هو النادي الاهلي؟ طبعا يعني زي مصر كلها يعني الا القليل. يعني عشقك النادي الاهلي. طب ليه ما رحتش ناحيه كره القدم؟ خاصه ان برضو كره القدم ما كانش محتاجه امكانيات، خلي بالك. برضو انت في اي مكان ممكن تعمل تقسيمه وتلعب. دي حقيقة. ليه ما رحتش ناحيه كره القدم؟ احنا كمان يعني لو في القرى، بما ان المساحات متوفره وده صحيح، وده كان جزء مهم جدا والمفروض الناس تشتغل عليه في الفترة اللي جاية ده، يعني لو احنا بنفكر في الرياضة بشكل يعني سليم يعني. لكن احنا كانت المساحات متوفرة جدا، فكان ممارسة طول الوقت من الناس لكرة القدم. بس انا طبعا ما كنتش موهوب فيها، انا محب وبتفرج، حاولت محاولات كتيرة. لكن هي الفكرة كمان ان انت تختار اللي يناسبك، ودي كمان من الحاجات المهمة جدا، حتى دور يكون دور اسري، وكمان قناعاتك الشخصيه تحط نفسك في المكان الصح او توظف نفسك علشان ما تهدرش وقت كتير من حياتك. صحيح. فانا كنت شايف ان كمال الاجسام هي الانسب ليا كجيناتكس، لان انا يعني برؤيه عامه شايف ان ده يناسب جسمي. آه. يعني جينات جسمي. اما كان كره القدم بتحتاج موهبه يعني. على قدر من الموهبه لازم يكون صحيح. عندك قدر من الموهبه. طب قول لي انت ليك يعني طقوس معينه في ماتشات الاهلي؟ لما في ماتش اهلي النهارده بتعمل ايه؟ هو عامة يعني الأول ليه الأهلي الأول؟ عشان ده سؤال مهم. جميل. الأهلي مش الأغنية، الأهلي كيان فعلا. الأهلي كيان لأنه مؤسسة ثابتة وناضجة، ويعني على مدار تاريخها كلها لها أسس ومعايير، حتى لو اختلفت الأشخاص على يعني أو تداول الأشخاص على رئاستها أو الممارسة جواها أو أيا كان اللاعبين. أشخاص مين بس هو السيستم ثابت. هو ده السيستم اللي بيخلي الواحد يحب المؤسسة نفسها، فكرة إن أنت بتشتغل شايف إن دي حاجة ليها ثوابتها اللي تخليك طول الوقت شايف إن نجاحهم مبني على واحد اثنين ثلاثة أهداف وطرق وأساليب، وده اللي بيخلي الواحد يعني تكون جزء من حياته لو هو عايز ينجح في حياته فعلا. يعني انت خدت النادي الاهلي قدوه ليك حتى. النادي الاهلي كمؤسسه وكطريقه تفكير انا شايفها ان هي تنفع لاي مؤسسه ناجحه في مصر. وهي صحيح مش المؤسسه الوحيده، لكن هي من اهم المؤسسات الثابته لانها على مدار عقود طويله. صحيح. يعني شغل ثابت، شغل ثابت. فالنادي الاهلي خلانا نحب ازاي يبقى عندك حاجات منظمه، فيعني بنى في شخصيتنا حاجات مهمه جدا، حتى لو احنا بعيد عن اصل المشجع ممكن يرسم صوره في خياله حقيقه او غير حقيقه، لكن هي كانت بتطابق الواقع بشكل كبير جدا. صح. يعني صح. فالاهلي كان يعني بالنسبه لنا كمشجعين درجه ثالثه زي ما بيقولوا، جزء كبير جدا من حياتنا. يعني بص كلامك، وانت اسطوره كبيره وحققت نجاح كبير وبتتكلم عن النادي الاهلي، اللي انت عمرك في يوم من الايام ما لبست تيشيرت خالص. يعني النادي الاهلي ما عندوش كمال اجسام. وبتتكلم بهذا الحب وبهذا الفخر للنادي بتاعك، وبتقول في الاول لا قبل ما تسالني ايه البروتوكولات بتاعتي ليه الاهلي. فالحقيقه لما بلاقي حد كده الحقيقه فعلا بتلاقي شخصيتك انطبقت مع شخصيه النادي الاهلي. انت في حياتك كده هتلاقيك يعني تمرينك اكلك شربك اسلوب حياه. اصل النجاح قصته واحده في كل مكان. ان انت تاخد قصه ناجحه وتحقق بيها خطواتك ده مهم جدا. صحيح. عشان كده الواحد لازم يشوف رموز ناجحه يبقى الناس تمتثل ليها وتحط نفسها في اللاين بتاعها عشان تقدر تحقق النجاح.